من خلال الطالبة ملاك بنت عادل العلي، هي طالبة مبتعثة بماليزيا أنهت فترة العزل، ويعني نقترب منها ونتعرف على هذه التجربة من خلالها، وإن شاء الله تكون أيضا تجربة ثرية تحاول من خلالها ملاك أن تطلعنا وتفيد كل من يسمعنا ويسمع أيضا يعني من زملائها اللي ما زالوا في مواقع العزل. ملاك مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا ملاك؟ الحمد لله تمام. قولك الحمد لله على السلامة، يعني دائما انتو من رجعتوا وانتو في العزل، هذا هو الخروج يعني والعودة للحياة الطبيعية. ايوه هو من اسبوعين. نعم، لكن الحمد لله كانت تجربة شوي غريبة مع شوي حلوة. نعم ملاك، متى انتهيتي تحديدا من فترة العزل؟ تقريبا انتهيت يوم السبت اللي هو كان تاريخ 11/4. نعم، يعني من يومين. أيوة. نعم. بالنسبة لك يعني خلينا أول شيء نقترب منك ونتعرف عليك. أنت تدرسي في ماليزيا، خلينا نتعرف على تخصصك، في أي سنة من الدراسة؟ أيوة أدرس ماليزيا. نعم. بجامعة ABU. أنا الحين سنة ثانية. تخصصي أكاونتينج اللي هو محاسبة، نوعا ما صعب، هو حاليا ما في شيء سهل طبعا. نعم. لازم يعني. نعم. في شوية ملاك، ليش اخترتي ترجعي للسلطنة؟ يعني احنا مثل ما تابعنا بعض الطلبة فضلوا انهم يبقوا في الدول اللي هم مبتعثين فيها، والبعض فضل انه يرجع الى السلطنة، ويمكن العدد الاكبر هم اللي رجعوا للسلطنة. ايوه، لانه صراحة هو الامن يكون الشخص في بلده، خاصة ان في ماليزيا الوضع ابدا ما يطمن. نعم. خصوصا عندهم حاليا الحالات تقريبا 4600 اللي هو أضعاف الموجودة اللي بعمان، فهو الأحسن نكون ببلدنا يهتموا فينا وبين أهلنا. صحيح. ليش اخترتي العزل المؤسسي عن العزل المنزلي؟ صراحة هو خوفا على الأهل، حتى لو ما كان في شيء، بس الاحتياط واجب وخوف عليهم. نعم. فالأحسن نكون بعيد عنهم، ما نحتك فيهم بزيادة. نعم. كيف كان يعني في هذه الفترة، كيف كانت من حيث توفر المكان المناسب، الخدمات اللي توفرت لشخص يقضي أسبوعين داخل غرفة؟ أيوه. هو صراحة ما قصروا معنا شيء أبدا من كل النواحي. طبعا هو أسبوعين فترة ما شوية على الطالب إنه يقضيها بروحه بغرفة بين أربع جدران، بس الشخص المفروض إنه يقضي وقته بأشياء، إنه يحاول يبعد الملل عنه، يحاول يسوي أشياء اللي يحبها، ما يفكر بأشياء أن تنكد عليه أو تخليه يتوتر أكثر أو بزيادة. نعم. يمكن أنتوا قبل تدخلوا في هذه المؤسسات كان أكيد هناك أسئلة تدور في بالكم، كيف راح تكون مستوى هذه المكان اللي بجلس فيه، مستوى الخدمة المقدمة، بتواجهني بعض التحديات. هل وأنت موجودة خلال هذه الأسبوعين مريتي بمواقف اعتبرتيها فعلا صعبة بالنسبة لك، تحدي، وحاولتي تتجاوزيها؟ صراحة بالنسبة لي ما في شيء، لأني أنا أصلا شخصيتي إني أحب العزلة، أحب الهدوء، فبالنسبة لي إنه يكون وضع طبيعي، خاصة ما نقابل حد، ما نشوف أحد أبدا، أشخاص ما كنا نشوف أبدا حتى. نعم. كيف استفدتي من الوقت، خاصة أن أنت طالبة وتدرسي، هل كان في نظام للتعليم عن أو التعلم عن بعد، حاولتي تقضي في وقتك؟ أيوة. ممارسة هوايات معينة؟ أيوة، هو صراحة أنا حاليا عندي دروس أونلاين، بحاول أقضي أغلب يومي أو وقتي بالمذاكرة وبالأسايمنتات، إني أخلص الفروض اللي علي. في الأوقات الفراغ ممكن أحيانا كنت أسوي رياضة، أو إني أشوف أفلام، أو وأنا كشخصيتي إني أحب الفيديو جيم، فإني مرات إني أقضي وقتي بهذه الأشياء. كيف كان تواصلك مع الأسرة خلال فترة العزل؟ كان صراحة بأي وقت أمل فيه على طول أتصل الأهل، أي وقت أمل فيه أتصل على الأهل. نعم. طول هذه الفترة الأسبوعين كنت متواصلة معهم وايد، وبعد مع الأصدقاء. نعم. الملاك، يعني أنت الآن أنهيتي هذه الفترة، لكن هذه الأيام اللي أنت انتهيتي منها من يومين، هل تشكل لك أيضا أيام حذر بالنسبة لك وأنت رجعتي إلى أسرتك؟ كيف تتعاملي مع الوضع؟ هل يعني تستشعري أنك محتاجة مزيد من العزل في البيت حتى أنك يعني تتخلصي من هذه القلق، أو اللي ممكن أني أنا شعور أني أنا أأذي فرد من أفراد أسرتي؟ أيوة، هو صراحة بين الشوق وبين الحذر هو كان
الحذر واجب ان خليت في مسافه بيني وبينهم، ما كنت اسلم عليهم كل شيء من بعيد، بس هي كلها فتره وتعدي ان شاء الله. ان شاء الله. رساله ملاك تحاولي توجهيها ايضا وتبعثيها من خلال الشبيبه لكل زملائك اللي يعني لا زال بعضهم باقي في مؤسسات العزل او في مواقع العزل، ممكن كيف ممكن يقضوا هذه الفتره المتبقيه ويخرجوا الى حياتهم؟ بدايه حابه اشكر كل اللي كانوا واقفين معانا حكومه او اي شخص، خاصه قطاع الايواء والاغاثه والتنميه الاجتماعيه والاشخاص الثانيه. بالنسبة للناس اللي حاليا بالحجر، أحب أقولهم أن كلها فترة وتعدي إن شاء الله، وحاولوا تبعدوا عن كل أي شيء يسبب لكم توتر، وقربوا من الهوايات، ويعني حاولوا تمارسوا هواياتكم، قضوا يومكم بأشياء أنتم تحبوها، سووا الأشياء اللي ما كنتوا تسووها قبل بحكم أنكم ما كنتوا تحصلوا وقت فاضي أو كافي لكم، سووها الحين. نتمنى إن شاء الله رسالتك تكون وصلت، ونشكرك ملاك على تواجدك معنا عبر هذه المساحة، وإن شاء الله أيامك القادمة يعني تكون أجمل من الفترة اللي قضيتيها في العزل، وتبدأ أيضا ترجعي لأسرتك ولعلاقتك معهم بشكل أوسع بعد ما تعدي نخليها أيام الحذر هذه نسميها. أيوة، مثل ما سميتي انت. إن شاء الله. شكرا لك ملاك بنت عادل العلي، طالبة مبتعثة بماليزيا، شكرا جزيلا. لا أفضل.